نيجي نتكلم عن الحب والقصص الجميلة بتاعت الأفلام اللي احنا بنتفرج عليها لحد دلوقتي. دايماً بنفتكر رشدي أباظة بقصص حبه سواء في الأفلام أو الحياة الحقيقية، زيجاته ومغامراته. هو كان شايف الحب إزاي؟ بصي أنا أقول لحضرتك حاجة، رشدي كان شايف الحب أو بنقول إنه كيف يتعامل مع الستات، مش من يعني مش عايزين نقول ايه راجل وست، هو كان بيحترم الست، وانا كذا مره قلتها في كذا برنامج ان هو بيحترم الست جدا جدا، بيقدرها يعني بحب باحترام، يعني كل حاجه، يعني كل حاجه مع بعضها، الحب والاحترام والتقدير، فدي اللي كانت صفات رشدي مع الست. يعني مش حكايه ان هو زي ما يقولوا ده دون جوان ده بيحب وبيتجوز وبيطلق، لا 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 لا، هو كان يحب الست يقدرها ويحترمها.